الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو، طاقة النايت اوف كابس. شايفة برج الدلو بيحب يعني او عاوز يقدم مشاعر لحد او عاوز يعترف بمشاعر لحد او عنده طاقة سماح او طاقة خير او دي طاقتك في العام. يعني انت شخص ممكن بتحس بده دلوقتي، طاقة مشاعر، طاقة حب، ممكن تكون بتساعد اشخاص لان دي طاقتك العامة، ممكن تكون بتساعد ناس مثلا على في حاجة، مثلا بتقدم مساعدات، بتقدم خير. طاقة برج الدلو ناضح اكتر. انت عايز يعني تكلم حد عن مشاعرك، ممكن بس خايف من رفض، او ده حصل وحصل فيه رفض. انا شايف في هنا عندك مشاعر بشكل كبير قوي، لكن في زعل، في خوف من رفض، في رغبة في تحرر من افكار فيها خوف، وانك تدخل مثلا في العلاقة بقلب جامد او تعترف بمشاعرك او كده، او في حاجة انت حاسس فيها انك انت تسرعت وطلبت او بينت مشاعرك لحد او قدمت مشاعرك لحد. فدي الطاقة بتاعتك في الوقت الحالي. طاقة شريك برج الدلو البيج اوف وونز، ممكن شريكك ممكن يكون أصغر منك، ممكن يكون طاقة بدايات، بادئ حاجة جديدة. طاقة شريكك ممكن بيحاول ينسى موقف، ينسى تصرف، ينشغل في أمور تخص عمل، تخص مشروع جديد، تخص حاجة جديدة في حياته، لأن هو في مود صعب عاوز يخرج منه في الوقت الحالي، فبيحاول يتحرر منه بالانطلاق، بالبداية الجديدة. ممكن شريكك يكون من برج ناري أو من برج مائي، فطاقته في الوقت الحالي هو رغبة في بداية شيء جديد. ممكن كمان يكون هو في الوقت الحالي بيظهر لك تجاهل مثلا ليك او للعلاقة، دخوله في معترف ثالث، او اهتمامه الاكتر مثلا باصحاب، بعلاقات، لكن هو من جواه في حزن وهو بيحاول يداريه بالشكل الخارجي ليه. طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاثنين السيفن اوف سورد، انا شايفة طاقة فيها مراقبة، وممكن تعرض البعض منكم لخداع، يعني انت او هو، منك او منه، لان طاقة العلاقة بينكم انتوا الاثنين. طاقة العلاقة ما بينكم في حد هنا كان معطاء، في حصل غدر، حصل خيانة، حصل سرقة، حصل خداع، حصل دخول في طرف تالت، حد مثلا اكتشف ان الاخر عنده طرف تالت، لان انا شايفه الموضوع ده ظاهر في القراءه بتاعتكم قوي. برغم ان حد قدم الكتير في العلاقه دي، ولو هي علاقه جديده يبقى في رغبه بالاعتراف في المشاعر، لكن طرف شايف التاني مشغول مثلا بحزنه، او حاسس ان هو عنده شريك، او بالفعل ان هو عنده طرف تالت، حد فيكم يعني. فدي شكل العلاقه ما بينكم في الوقت الحالي. ايه مشاعر تجاهك، نواياه، خطواته القادمة، الأوتكم للعلاقة؟ مشاعر تجاهك أنا شايفها رحيل في الوقت الحالي. العلاقة دي فيها انفصال، فيها انفصال وفيها وجع قلب وفيها مشاعر حب في نفس الوقت، لكن يا إما مش قادرين تقولوا عنها بسبب وجود طرف تالت، يا إما أنتوا في شيء صعب حصل هنا في العلاقة دي من حد فيكو، يعني في حاجة تخص العطاء أو المبادرة بحاجات كويسة، وطرف قابل ده بغير كده. يعني شايف هنا الايت اوف كابس في مشاعر حبيبك، مشاعر رحيل، الشخص ده راحل، وهو بسبب ان هو مش راضي عن العلاقة، يا إما
في احاسيس غير مكتمله، يا اما علاقه غير مكتمله، يا اما زي ما قلت في حد فيكم عنده طرف ثالث، مشاعر شريك برج الدلو. في هنا الرحيل ده جه بعد انتظار كتير، مثلا في حد مل من اللي حاصل، مل من وجود الطرف الثالث، مل من كتر نوع مشاكل معين بيتكرر او بيحصل بشكل متكرر في العلاقة، فخلوا بالكم من نقطة زي دي مشاعر تجاهك في الوقت الحالي، دي مشاعر حد ادى ظهره للعلاقة، حد راحل وللمجهول، يعني هو مش محدد حاجة معينة هو رايح ليها في الوقت الحالي، ولذلك هو هنا عنده البيجو فون اللي هي حماس لبداية جديدة، بداية جديدة بقى ان هو يمتلك مثلا مع اصحابه، لكن في جواه لسه كسر القلب ده او الحزن ده موجود بسبب كمان ان في انتظار طال في العلاقة دي. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. السيفن اوف بينتيكل اللي هو ده، نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. عايزة بس اخد لكم هنا في المشاعر من الرومانس، مشاعر شريك برج الدلو. نفس الكلام رحيل. الحد ده شايف ان هو او العكس، يا اما انت اديته كتير في العلاقة دي، يا اما هو اللي ادى كتير في العلاقة دي وتعب وزهق وقرر الابتعاد في الوقت الحالي. شايف ان هو بيبذل مجهود كتير قوي على مفيش او على لحظات ممكن تكون عابرة في العلاقة دي. انا شايفة ان هنا في مشاعر حب، ومشاعر حب قوية، لان الشخص كمان لما يكون حزين كده او قلبه موجوع كده، فده معناه ان في مشاعر حب او طاقة حب قوية تجاه الطرف الاخر او تفكير بشكل جدي، لكن العلاقة هي اللي فيها صعوبات في الوقت الحالي، فمخلية طاقة التفكير عاملة كده حاليا. نوايا تجاهك او تجاه العلاقه. الشخص ده ممكن يكون كمان بيحاول ان هو يبدا حاجات جديده لكن مش بيعرف. الشخص ده انت بالنسبه له حد مميز يعني، او انت بالنسبه له او الحب او الاحساس بالفرحه. الشخص ده كمان بيحس تجاهك احساس الام جدا. فالشخص ده في نوايا تجاهك او تجاه العلاقه ان هو يعمل تغييرات، وهيقود لده مشاعره القوية تجاهك أو تجاه العلاقة يا برج الدلو. ممكن هنا كمان لأن الإيت أوف كابس ده بيكلمنا عن رحيل، لكنه رحيل مؤقت بسبب، يعني انتوا هنا بالفعل بيبقى الإيت أوف كابس بيبقى فيه 8 كوبايات، والثمان كوبايات بيبقوا موجودين على حالهم، لكن الشخص هنا اللي بيسيب الثمان كوبايات على حالهم ده، يعني الحاجة واقعة ولا حاجة فاضية ولا حاجة مكسورة، وبيمشي بسبب ان هو عاوز الاثنين التانيين. فبيكون هنا في نوع من انواع السعي لاصلاح الامور، يا اما انا امشي لحد ما انت تصلح امورك، او انا امشي لحد ما انا اصلح اموري، او الامور تتصلح لوحدها او يحصل فيها خير بشكل افضل. المهم انه ده وقت رحيل بالنسبة لي، ملل، زهق، عدم رضا كده. لكن هنا انا شايفه فيه حد بيحاول ان هو يستعمل كل حاجه هو يقدر يعملها علشان يعمل تغيير، وبيأكد ده كمان الكارت اللي بعد كده في خطواته القادمه. فعلا ده كارت الدث، فعلا هيكون في تغييرات، يعني الشخص ده ممكن كمان يكون في اشخاص مثلا بتعوق العلاقه، او ما
مشكلات او حاجه مثلا موجوده من الماضي او حزن موجود عند الشخص ده مهم ان هو يتخلص منه او يستعيد نفسه من اول وجديد. فواضح هنا الرغبه الشديده في التغيير حتى في طريقه الرحيل. ممكن للبعض منكم الشخص ده يكون مشي من غير سبب، يعني من غير ما يقول لك الاسباب. برج الدم، ايه خطوات شريكك القادمه؟ الشخص ده بيفكر في خطواته القادمه ان هو يعمل تغييرات. ممكن الشخص ده يكون مثلا بيعاني للبعض منكم وفاه حد عنده، مشكله حاليا هو بيمر بيها بالفعل، محاولة للتغيير مثلا تخلص من بعض الأشخاص بتعوق العلاقة، شايفة فيه تخاطر، شايفة فيه راحة من رغبة من راحة من تفكير، طاقة تفكير قوية جدا بتؤرق الشخص ده، ما بتخليهوش يقدر ينام. أنا شايفة طاقته صعبة جدا. حتى هنا لو هو هنا بيظهر العكس بان هو بادئ حاجة جديدة او منطلق او كده، او بيخرج مع اصحابه او بيقضي وقت لطيف، لكن هو برضو جواه قلبه حزين وجواه مشاعر حب كبيرة قوي تجاهك يا برج الدرب. ليه هنا بقى هو بيغير وبيفكر وكده؟ لان هنا في الاوت كام العلاقة انا شايفة التين اوف بنتكل، ده بيقول ان في خير جاي في العلاقه دي، او ان الشخص ده بيحاول ان هو مثلا العلاقه دي يحصل فيها نجاح ويحصل فيها استقرار. ما اقدرش اقول هنا ان هو زواج قوي يعني، لكن شايفه ممكن في حاجه تشتغلوها مع بعض في استقرار، واستقرار هيكون مرضي ليكوا جدا، لان ده التين اوف بنتكل قمه الاستقرار. وهنا كمان في الطاقة بتاعتكم أو في طاقة الورق اللي خرجت كان الـ Ten of Cups ومعاها الـ Ace of Cups، ففي فعلا تخلص من حاجات صعبة الشخص ده بيمر بيها في الوقت الحالي. عنده مثلا حد تعبان، ممكن يكون هو اللي تعبان، في طاقة تفكير كتيرة قوي، في مشاكل حصلت في العلاقة، في حد رفض التاني بشكل مثلا التاني ما كانش متوقعه، او اكتشاف وجود طرف تالت، لان الطاقة هنا بتقول حاجات كتير قوي، او انتوا طاقتكم هنا كتير قوي، فكل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه. فهنا طاقة او الاوت كام للعلاقة التين اوف بنتكل. التين اوف بنتكل زي ما قلت بتقول ان في استقرار كبير مرضي ليكوا انتوا الاثنين. ممكن كمان يكون في شراكه عمل ناجحه جدا. او كمان العلاقه انتوا هنا عندكم التين اوف بنتكل والتين اوف سورد العشر سيوف، فهنا برضو ده انتهاء للألم، او دي مرحلة بتتغير. ممكن انتوا بتمروا بمرحلة صعبة جدا في الوقت الحالي، يعني انه يحصل كل ده يا اما محتاج قوة ارادة منكم وان الحب يكون اقوى من اي حاجة بتحصل، يا اما موضوع محتاج مثلا ان هو يتغير مثلا بمعجزة يعني، او بعضكم مثلا استعمل كل حاجة ممكن تكون موجودة في ايده وهيلجأ مثلا لقوة روحية، يعني دعاء يكون مستجيب حاجة زي كده. لكن انا شايف هنا انتهاء للألم، وشايف هنا طاقة الاكتمال، يعني هنا الألم اكتمل وقرب ينتهي، لان فعلا كانت الدث دي مرحلة تغيير وانتوا في مرحلة عبور في الوقت الحالي بالتغيير ده. شايفة هنا في احتمال اللي عنده طرف تالت ممكن يكون في خروج بشكل كبير قوي في العلاقة دي للطرف التالت، ايا كان ايه هو الطرف التالت. شايفة هنا كمان في اجتماع بينكم انتوا الاتنين، لكن برضو ما قاليش برضو ان في ارتباط او زواج، لكن في مشاعر، في تبادل مشاعر، في اعتراف بحب، في
في مصالحة، في وجودكم مع بعض، وجودكم مع بعض باستقرار ومشاعر حب متبادلة. الأوت كام من العلاقة برج الدلو. في أوقات حلوة، في أوقات حلوة، بس أنت حاول مثلا في الفترة دي يا برج الدلو ما تكونوش بتحددوا ايه اللي المفروض يحصل بالظبط، او كل طرف مثلا المفروض ان هو يعمل ايه بالظبط. يعني حاولوا او ما تعملوش كنترول على المشاعر بتاعتكم نفسها او على الموقف اللي بيحصل، لانه هيعدي. بعضكم ممكن في الوقت الحالي يكون متذمر، يكون متضايق، يكون بيتعصب، يكون كان عايز الامور تمشي بشكل معين. الامور ان هي تمشي كده في الوقت الحالي فده الافضل ليها، لان كارت الديث ده بيلغي او بيموت حاجات سلبيه كتير، علشان التغييرات اللي هتحصل. والتغييرات هنا انا شايفه ان هي لازم تحصل، حتى لو في حد بمزاجه هو فعلا عايز تغييرات تحصل، في هنا تغييرات لازم تحصل خارجه عن ارادتك وعن ارادته، وهي لمصلحتك او لمصلحه العلاقه بشكل عام. شايفه هنا انت بالفعل لقيت شريكك المناسب، فانا شايفه انك انت هتحس ان الشخص ده هو الحد المناسب ليك، هيبقى فيه فعلا تبادل مشاعر، وهيبقى فيه لحظات حلوه في العلاقه دي. في الطاقه الحاليه في تبادل للمشاعر، وفي حاجات ناجحه او مستقره بينكم انتوا الاثنين، ولحظات حلوه في العلاقه دي. هقول لكم الابراج اللي موجوده دلوقتي، بس لما نشوف من قادم لبرج الدلو. من القادم ياخد من هنا الأول. بصوا حتى هنا في الطاقة بتاعت الورق نفس ده. من قادم لبرج الدلو؟ الـ Two of انا شايفة هنا كمان في خروج لطرف تالت في من قادم لبرج الدلو. طرف تالت ممكن يكون مسيطر في العلاقة، ممكن يكون زوجة، ام، او الاتنين، او في اشخاص بيسيطروا على دماغ حد فيكم. يعني في حد فيكم هيتحرر من اشخاص ممكن تكون بتتحكم في ارائه، بتتحكم في تفكيره. لكن انا شايفة في تمسك قوي بالعلاقة دي، في مواجهات هتحصل في الفترة اللي جاية، او اعتراض على شكل ما، او على وجود طرف تالت في العلاقة. وشايفة ان في مصارحة هتحصل، او في كلام من قادم في حياة برج الدلو، وبرضو وجودك مع شريكك باي شكل كان. المهم ان في طرف تالت هيخرج، ايا كان ايه هو الطرف التالت ده. ولو مفيش طرف تالت خالص ففي اعتراف بمشاعر، في حد هيعترف لك بمشاعر. لكن انا شايفه هنا حتى لو مفيش طرف تالت ففي حد فيكم كان عنده حاجه، او العلاقه دي كان في، او حد فيكم كان في علاقه فيها مشكله، او كان في حد بيسيطر على طرف انت او الشريك بتاعك. ما القادم في حياه برج الدلو؟ ما القادم في حياة برج الدلو؟ شايفة في عندك كمان توازن بيحصل، شايفة في البعض، لأن ده من القادم عموما مش من القادم. شايفة كمان ممكن تكون استقرار نوعا ما في وضع مادي، أو توازن في وضع مادي. مثلا بعضكم ممكن يكون عانى من خلل في عمله، في ظروفه المادية. بعضكم ممكن يكون كان الإنفاق أكتر من المدخول اللي بيدخله، فشايفه فيها يحصل توازن، شايفه فيها يحصل انتقال مثلا لحاجه اعلى في موضوع الشغل، شايفه في تخلص او راحه من تعب. من قادم لبرج الدلو عاطفيا؟ بصوا هنا ده كمان الاكسبريس يور لاف، حد هيتكلم، حد هيقول عن مشاعره. من قادم لبرج الدلو؟ طيب في علاقة باست لايف،
Alors, podcast live, وفي كلام فعلا هيحصل اهو، نفس هنا في كلام، والشخص ده انت هتقابله وهيحصل فيه مصارحة وهيحصل فيه تمام. العلاقة دي علاقة باست لايف، ممكن تكون بتحصل فيها حاجات كتير في الوقت الحالي، لكن في تغييرات جاية فيها أكيد في الفترة اللي جاية. شايفة كمان هنا في نوع من أنواع الإدمان أو التعلق بشكل إدماني من حد فيكم بيأثر على العلاقة، فده هنا تحذير أو إنك تحذر من وجود حاجة زي كده، أو إنه حاجة زي كده تكون ليها تأثير على مسار العلاقة أو إن هي تروح لحاجة أفضل. فاللي عنده تعلق، لأن هنا كمان شفت حد برضو في كنترول على مسار العلاقة، فخلوا بالكم من نقطة زي دي. سيب الموضوع في الوقت الحالي يمشي بسهولة علشان تقدر تنتقل للمرحلة التانية. لما أنا في مرحلة معينة من مراحل التغيير بكون رافض أو بقاوم أو متعصب أو عايز شيء يحصل بشكل معين، فأنا بستمر في الطاقة دي لوقت أطول. حاولوا تشغلوا نفسكم بحاجة تانية، لأن في تغيير فعلا جاي في العلاقة دي بشكل أحسن. شايفة هنا برج الأسد، الجوزاء، الدلو زيك. شايفة برج الحمل، برج الحمل، برج العقرب، برج الحمل وبرج العقرب. وشايفة برج الأسد، الحوت، السرطان، الحمل تاني. دي الأبراج اللي موجودة معاك يا برج الدم. شوف إجابة الملائكة. طيب حلو جدا. هنا بيقولك خلال عام من الآن، وفي عندك وفرة، في عندك وفرة وخير وفرص وحاجات مادية، في فلوس كتير جاية لك خلال عام من الآن. بعضهم ممكن يكون قلقوا في الوقت الحالي مثلا جانب مادي، لان انا شفت هنا برضو زي ما قلت في عدم توازن في الجانب المادي، فما تقلقش في الفترة دي، في حاجات، في خير كتير جاي لك وفي وفرة كتير جاي لك في الفترة اللي جاية يا برج الدم. شايفة هنا كمان يس، مش احنا كنا خرجنا اربعة. وهنا في حاجة تانية أحسن، أو في حد تاني أفضل، أو في حاجة تانية أفضل. ممكن تكون حلول، وممكن يكون دخول شخص في حياتك. المهم إن في حد مناسب جاي لحياتك، في حد شريك أو حبيب داخل لحياتك، سواء ده أو غير. عشان كده مطلوب منك ما تقاومش التغييرات في الوقت الحالي، وما تكونش عايز الأمور تحصل بالشكل اللي أنت محدده. سيب الأمور تحصل كده، لأن في خير أنا شايفاه جاي لحياتك، لكن بعضكم ممكن يكون أعصابه مش أو رافض نوعا ما الواقع بتاعه في الوقت الحالي. لو أنت ما رفضتش وأنت حسيت بحالة من الرضا في الوضع الحالي، فأنت بتسمح له إن هو يمر بسرعة وإن يجي الوضع اللي بعد كده اللي يكون أفضل.